عايز هنا بس عشان نوضح. اذا النهارده هو النهارده الفيس معمول كله انه بيجذب اكبر عدد انه بيخش الشات وغرف الشات والمحادثات والكلام ده كله والتغريدات والحاجات الشخصيه والكلام كل معلومه بتتقال, فاصبح فيه معلومات كثيره جدا. لو قلنا 80% ما تهمهمش هيطلع 20% او عايز ال 20%, قدر يعمل راي عام او قدر يعرف اتجاه الريح ماشي ازاي, وقدر يعرف اول ما يعرف اتجاه الريح ماشي ازاي يبتدي يلعب هو بناس باسماء مستعاره على الفيسبوك واحنا مش شايفين حد بقى بيطلع باسم مستعار, يبتدي يسخنه ويهيله ويعمله ويتناقش معاه ويلده ويعمله وينزل له صوره, هو يتبرع بتنزيل صوره ويتبرع بتنزيل حاجه ممكن تبقى غلط, ممكن تبقى معلومه نصها صح ونصها غلط. في نقطه هنا قبل ما حضرتك تنقل, لو حضراتكم تفتكروا احداث ماسبيرو, انا فوجئت بحاجه ولاحظناها وفي ناس ما لاحظتهاش, ان في احداث ماسبيرو قبل حصول الحدث كان في فيديوهات, كم فيديوهات دموية نازل كتير جدا, زي ما كنوا كانوا عارفين انها يحصل الأزمة ديت ومحضرين فيديوهات مماثلة ومتركب عليها المكان وكذا وكذا ومتجهزة. ده نزلت قبل حصول الحدث, يعني وقت الصدام كان بالليل, كان بعد المغرب, نزلت حاجات وكذا وكذا قبل حصول الحدث. ها, فانت بتقود, انت بتفتعل خلاف وفي نفس الوقت بتقود الغضب العام, وبعدين تقوم منزل وحدات من اللي عندك ووحدات متخصصة. وعلى فكرة القناصة, مع احترامي للجميع, القناصة اللي قاموا بالضرب في الفترات اللي فاتت, خلال الفترات اللي فاتت, دول قناصة غير تابعين لمصر, مع احترامي لكل معترض, دول أصلا ناس متخصصة قناصة من وحدات كيدون ودخلوا لكل الدول العربية. انت كنت بتسيطر على حشد الغضب ولازم في وسط حشد الغضب توقع دم, ها, توقع دم, وانت مستغل ايه؟ مستغل طبعا ان انت عندك حالة انهاك امني, فطبعا في اخطاء امنية. يعني انا مش بقول ان ما فيش اخطاء امنية من الشرطة, ما فيش اخطاء من المتظاهرين, ما فيش ناس مندسين من هنا وناس مندسين من هنا, لكن انت كنت بتفتعل الحدث ده ومستغل ان انت عندك خلل امني, وعارف ان انت التحرك الامني بتاعك عشان الخلل اللي في البلد مش بدرجة الذكاء الكافي. بتقوم انت بقى مستغل دوت وتقوم داخل بقناصة, والقناصة القناصة دول رصدناهم ونزلناهم في فيديوهات, وبعدين فوجئنا بتتمسح من على النت كل شوية كل ما ننزل دول, وترصدوا في الدول العربية واتكلم عنهم خبراء روس. طب احنا ما عندنا صور ليهم؟ اتكلم عنهم خبراء روس قبل كده. لا يعني الكلام ده احنا انا نزلته من زمان, بس ممكن يعني اجيبه اساس انه مش محتك قوي بموضوعنا النهاردة. يعني انا كنت بتكلم في موضوع التجسس, لكن انا عندي الصور ديت ماشي. والوحدات دي على فكرة عشان الناس تبقى عارفة, وحدات بتتكلم عربي كويس, مخلينهم يعني عارفين ان هم يتعاملوا كعرب, مطولين دقونهم وكده, لكن هم غير تابعين لمصر. والدليل ان ثلاث وزراء داخليه قالوا البنادق القنص والطلقات مش تبع لمصر, مش تبع لاي جهه في مصر, ومع ذلك محدش قدر يفهم ليه, محدش قدر يفهم ليه, محدش. الناس دلوقتي اللي معترض على الناس اللي بيطلعوا براءه, محدش قدر يفهم ليه. دول مخطئين ودول مخطئين, انا مش بدافع عن حد, لكن القناصه اللي كانت في الوسط كانت قناصه معده من قبلها, والقناصة دي محطوطة في المخطط الأصلي بتاع الثورات, ورصدوا في تونس, ورصدوا في الدول اللي هي اللي دخلت فيها ثورات الربيع العربي, ورصدوا برضو في سوريا قناصة كيدون. فهي النقطة انك انت بتستغل تأجيج الغضب, وانا مش بقول ان 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 ما فيش اسباب منطقيه للغضب, لا في اسباب منطقيه, ها, في اسباب. احنا بنتكلم دلوقتي على الدمار اللي بقى بعد الغضب. يعني احنا شلنا نظام واتشال نظام وبقى لنا سنتين مش عارفين نقف على رجلينا. بالزبط. هي دي المشكله, يعني ما هي دي النقطه. ولا عارفين ندوا اللي ماسك البلد, الرئيس اللي ماسك البلد فرصه, ولا حد عارف يعمل, والدنيا مولعه على طول. ما هو لازم يبقى في اسباب لده. النقطه بقى بس برضو انا هقول لحضرتك حاجه, يعني برضو لازم نلاحظ ان ما نقولش ان الخطأ على الخارجيين بس. يعني انت عندك دلوقتي مثلا في بلد مترصد لها 1000 شيطان, ها, بس انت بتعمل لها بيئة خاصة لدخول الشياطين للعب في الداخل. يعني هي دي النقطة, ان الشياطين مش هتعرف تلعب في الداخل الا لو انت عملت لهم بيئة خاصة ان هم يلعبوا. فللأسف ان كل الاطراف مش بالذكاء الكافي انها تشوف مصلحة مصر العليا تحطها فوق الرؤوس. يعني اهم حاجة في الفترة الحالية احنا ما عدناش بنهرج, احنا بقالنا مثلا سنتين بنقول الدولة في أزمة, الدولة في أزمة. لا احنا دلوقتي يعني طبعا ربنا ما يقدرش كده, وربنا يعني ينصر مصر ويحفظها, لكن احنا دلوقتي بنقع, لازم الكل يفوق لكده. احنا بنقع, احنا قريب هتبقى دولة واقعة تحت وطأة ديون وعليها تستدعى, وبالتالي هتضطر تشتري قرارات سياسية, لان الدول لما بتقع اقتصاديا بتشتري قرارات سياسية. اوكي, دولة مفتتة من الداخل, دولة مخترقة حدودها, دولة مغرقة بالمخدرات والأسلحة. فعلى الكل بقى, على الكل ان هو يفوق,
يعني على كل ان هو بقى يقول للناس مش بسلاسه، لا يقول لهم بقى فوقه عشان احنا واحنا زي ما حضرتك قلت من الاول ان مصر راس مالها الوحيد بس وحده وتلاحم ولحمه الشعب المصري. اقوى سلاح ان احنا نقف. احنا لابد ان احنا نتذكر هذا الكلام